أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة من أهل بلدي. أعزائي المشاهدين، ومن داخل قرية البراهمة مركز قفط، يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع أبناء قرية البراهمة. تعرفيك؟ إسماعيل حسن أحمد كريم. يا مرحبا بك حاج إسماعيل. تعرفيك؟ جاد الرب أحمد علي حسن كريم. يا مرحبا بك عم جاد الرب. مرحبا. النهاردة بنتكلم عن قرية البراهمة، عايزين ندي فكرة للمشاهد عن قرية البراهمة، حدودها والقرى المجاورة لها. من ناحية الناحية البحرية أبنود. جميل. وتحدها من الجنوب قفط، وبرضو من الشرق الكلاحين، ومن الغرب طبعا النيل من البلاص والغرب. جميل. لو كلمنا عن أهم الزراعات أو الصناعات الموجودة داخل قرية البراهمة، عبارة عن البرسيم والفول بعض برضو الزراعات الثانية، يعني هي بعيد عن القصب، يعني لأن طبعا كان سابقا كان فيه ما فيش زراعات قصب. لا لا، ما فيش زراعات قصب، لأن حصلت مشاكل كان بالنسبة لأن الأرض المجاورة للبراهمة كانت قريبة بالنسبة للجبل، وكانت تطلع في دياب وفي وبعد كده الناس قدمت شكوى وقالت لك لا احنا مش هنزرع، خليها محاصيل تقليدية قمح. وللآن برضو المحاصيل التقليدية القمح والبرسيم والذرة القرية بيعملوا فيه، هل بيعملوا في الزراعة ولا يعملوا في السياحة ولا بيطيروا للسفر للخير؟ والله دلوقتي حاليا بالنسبة للزراعة مش مجزية لأي شاب إن يشتغل في الزراعة. تمام. فبيلجأ مش مجزية. لا لا مش ما فيش عائد. لا لا ما فيش عائد. فبيلجأ يروح السياحة، اللي بيطلع على البحر الأحمر يشتغل في أي شركة ثانية على أساس إني مقابل إني يجيب ما يكفيه لأسرته. جميل. المصاريف. جميل. لكن بالنسبة للزراعة غير مجزية، يعني مش يعني الحاج اسماعيل بيقول لك ان الزراعة غير مجزية، ده رجع ليه؟ هل الشباب مش بيهتم بعملية الزراعة، ولا اراضي البراهمة غير صالحة للزراعة، ولا ايه؟ لا، هي الاراضي صالحة للزراعة كويسة، بس طبعا حاليا العمالة متوقفة. لان طبعا الشباب لوكيت عايز، اللي عايز يبني له، عايز يكون له اسره. جميل. عايز مثلا يبني له بيت، يعمل له حاجه كده. الزراعه مش مكفيه، يعني العمل الزراعي يعني غير كافي، غير كافي مثلا. لان الرقعه الزراعيه محدوده يعني. فبيضطر الشاب يروح البحر الاحمر. جميل. يطلع بحري على العاصمه الاداريه اللي فيها ايه، الاماكن اللي فيها ايه العمل، لان طبعا في حرفيين كثير عندنا في البلد، اللي هم بتوع المحاره، بتوع الكهرباء، بتوع البلاط والمبلطين والكلام اللي زي كده. فبيقدر يعني عشان يحسن يعني كل شوية. يعني نقدر نقول كل المقاولين التشطيبات المتكامله موجودين في قريه البراهمه، موجودين. فبالتالي بياخدوا بعض الافراد منهم يطلعوا على يطلعوا على العاصمه الاداريه، على الاماكن اللي فيها العمل او اللي فيها الشغل مثلا. جميل. عشان يقدر يحسن من وضعهم مثلا، عاد يقدر يبني له بيت. يعمل له يعني يعمل له كون له اسره وهكذا يعني. جميل. طب لو كلمنا عن المؤسسات الموجوده التعليميه الموجوده داخل قريه البراهمه. والله المؤسسه التعليميه من اكبر قرى مركز قفط البراهمة. جميل. فيها في حدود 13 مدرسة ابتدائية. جميل. فيها مدرسة ثانوية مشتركة. جميل. فيها مدرسة ثلاث مدارس إعدادية. وبعد كويس يعني التعليم بالنسبة فيها كويس يعني. تمام. حاج إسماعيل، لو كلمنا عن الخدمات، هل يوجد وحدة صحية، مستشفى قروي داخل قرية البراهمة؟ احنا برضو لن نقدر نعقب على كلام الدكتور سعيد والاخوة برضو اللي تحدثوا قبل كده. نفس الـ الكلام اللي تكلموه هو موجود عندنا.
الفرح يعني يختلف عن لا هو في يعني في يعني احنا اكثر من فرح كان عندنا مكلف جدا جدا، فده غير معقول يعني. يعني الافراح نقدر نقول في البراهمه مكلفه جدا، مكلفه. هل الناس حاج اسماعيل بتتباهى بعمليه الافراح؟ ايوه في صح. اقول لك انا عملت فرح أيوة كلف كذا. بالظبط كده بيتباهوا صح. فلذلك هو اللي يعني ممكن الفرح ممكن يكلفك مثلا 2000 جنيه، هو ممكن يعمل عشان يتباهى بيجيب لك صوان يجيبه من سوهاج مثلا، يكلفه مثلا بتاع 50,000 جنيه. جميل. يروح يجيب لك مقرئ من القاهره يقول لك ده تبع الاذاعه والتلفزيون. جميل. لما احنا عندنا مقرئين ممكن تديله 2000 جنيه حيأدي الليله. جميل. لكن ده بيتباهى يروح يجيب لك واحد طبعا مشهور. جميل. ويجيبه على اساس طبعا يقول لك ده فلان عمل فرح مثلا ده كلف قد كده. حاج اسماعيل، هل هناك مبادرات للحد من تكاليف الزواج؟ والله هو في اكثر من مبادره تكلموا على اساس اني طبعا بالنسبه للذهب، بالنسبه للنيش اللي بيقولوه، بالنسبه مثلا لحاجات كثير طبعا تكلموا عليها. فطبعا لا حياه لمن لا تنادي. النهارده طبعا الواحده بتقول لك ايه يعني ممكن الواحد يعني ممكن الاب او الام ياخذ قرض او يبيع قطعه ارض انه يجوز بنته؟ وده كثير. وفي ناس وده في ناس لما اخذها يعني هتتحبس في الحاجات دي، بتاخد قروض وما بتقدرش تسد القروض دي. جميل. علشان تستر بنتها او دي. وبعدين هل ما فيش مثلا ممكن بدل ما يجوزها مثلا ب10، لا عاوزها، لا دي بنت فلان كلفت 50، بنت فلان كلفت 50، لا انا كلف 60، انا كلف 60. ما هو ده الغلط اللي عندنا برضه، يعني عدم الوعي اللي عندنا ده برضه، او عدم التفكير. حاج اسماعيل، دايما بنلاحظ ظاهره غريبه في القرى الخاصه بجنوب الصعيد، بنجد ان العروسه وهي واخدين العزال بتاعها بنشوف 20 30 عربيه محملين العزال بتاعها ورايحين على بيت العريس، 3-4 شهور ويحصل عمليه انفصال وطلاق، وبنلاقي كل العفش ده مروح في عربيه واحده. حصل. بالنسبه برضه ما نقدرش نذكر الاسماء. لا. اللي قلت لك كلفت جزيتهم دولوا في اكثر من 300,000 او 400,000. ما كملش بالضبط شهر وطلق. ورجع كل العبش ده والدنيا دي زي ما هي ما كانت. وابوها وامها بقوا يسدوا في القروض في عبش متشوه في البيت. هو هم دول طبعا مبسوطين ودول مبسوطين، هم الاثنين طبعا واخدين بعض على اساس اني ده سري وده سري، وما على ما اعتقد ان ما يهمهمش يعني ان يخسروا اي حاجه، الا خسروا طبعا قيمه الزواج اللي زوجوا بها بنتهم او ابنهم. الجواز في البراهمه، هل البنت ليها دور في اختيار عريسها ولا ابوها وامها هم اللي بيفرضوا عليها العريس؟ هم شايفين ولا احنا شايفين مصلحتك؟ لا طبعا في حريه شخصيه. جميل. ولازم تتشاور العروس الاول. جميل. فالعجبها بتوقف، ما عجبهاش بترفض عادي، يعني ما فيهاش حد، في حريه في الحاجات اللي عندنا. بنت البراهمه لابن البراهمه ولا ممكن بنت البراهمه تتجوز؟ لا بتتجوز في اي مكان عادي. جميل. عادي يعني احنا منفتحين على القرى كلها اللي حوالينا، على قفطة وعلى الابنود وعلى جميع القرى اللي حوالينا. يعني بقولكش لا بنت البراهمه، لا ما عندناش الكلام ده، لا منفتحين على الكل يعني. المغالاة في تكاليف الزواج ده راجع لمين؟ للام ولا للعروسه ولا للعريس؟ والله راجع للام. لا تقول عايزه بنتي طبعا زي بنت فلان زي كلام زي. هي شغل الحريم يعني، هو اللي بتخلي العمليه بتكلف زي رب الاسره. مش ممكن اقول لمراته ان احنا بنختلف، كل واحد وليه ظروفه وكل واحد وليه امكانياته وعلى كد لحافك؟ هو بيحصل. نعم. بس برضه مش بيوافقوا برضه بيبقى في مغالاه برضه. هل هناك شروط معينه لو عريس جاي يتجوز من البراهمه، هل احنا بنفرض عليه شروط معينه على العريس، نقول له احنا عايزين كذا وكذا وكذا؟ لا ما فيش الكلام ده. بس احنا في البراهم عندنا حاليا في يعني عملية تكافل اجتماعي حلوة جدا. يعني في عندنا ابناء الخارج، عندنا زي بتعود السعودية الكويت، بيساهموا مساهمة كبيرة جدا في الحالات اللي هي المتواضعة اللي مش بتلاقي مثلا تقدر تتجوز ولا بتاع، فبيساعدوا الشباب عندنا قايم بدور يعني عظيم جدا جدا جدا. يعني في شباب بيساعد لتجهيز الفتيات اللي القادرات، لو مؤاخذة يعني نقدر اقول لك من الابرة للصاروخ. جميل. بتكون على الاخوة بتعود الخارج. نعم. وبرضه الناس المبسوطة عندنا في البرامج بتساهم. نعم. فتبقى العملية بسيطة جدا مع الكل يعني.
يعني كله يعني بنت بنت اقل واحد زي اي واحد زي اي واحد. فيعني كل الشباب بيتضامن في الموضوع ده. كان زمان كان الجواز في تبسيط لعملية الجواز، كان ممكن العروسة والعريس كان يتجوزوا بصندوق وسرير بالضبط. وكانت الجيزة تستمر والحياة كانت بسيطة، لأن كان في ود وفي ترابط وفي رجالة فعلا يعني بتحكم برضو. يعني حاليا مثلا الرجالة هل في بعض الجيزات بيكون السبب يعني ان ما حدش ما تعرفش حد ترد عليه؟ بالضبط فيه يقول لك الرأي في ايد المرأة. ايوه في ايد المرأة صح صح، وده حصلت مش ما حصلتش يعني. تتعب وتلف وتلف وتيجي برضو ضلاك. فدايما لما تجوز ابنك تسأل الأول تشوف مين اللي مسيطر في البيت، الراجل ولا المرأة؟ ده أكيد أكيد، بس لكن للأسف إن بيت المرأة مسيطرة تبعد على طول من أول. لكن للأسف إحنا يعني ما بناخدهاش بالخطوة دي من الأول. يعني ما بناخدش ما بنقدرش إن نشوف الرأي ده. بيقول لك مثلا زي ما بيقول المثل اللي يضرب البت على فمها تطلع على امها. فادي المثل دي طبعا الواحد برضه ما بيؤمنش بيه برضه. انت تعرف اضرب ما بيؤمنش بيه. انت تعرف اضرب الجدر على فمها تطلع البنت لامها؟ كان ليه؟ كان عشان البنت ما ترضاش تطلع فوق السطح. كان نوع من المحافظه عليها، ففكرت تضرب على الجدر تخبط ولا طلعي لي الغسيل يعني. بالزبط. كان في نوع من المحافظه يعني. بالزبط. مش بالظبط. نعم. بالظبط كده بالظبط كده. لا احنا بنلاحظ دكتور حاليا حاج اسماعيل يعني في مغالاه، يعني حتى في الطلبات العروسه يقول لك ان العريس جايب له 2000 فوطه ولا 500 فوطه، فبالتالي هو مش هيستخدمهم طول عمره. والله دي عادات، يعني عادات لا ما انزل الله بها من سلطان. ما انزل الله بها من سلطان. يعني الحاجات دي ممكن النهارده يعني 100 فوطه ولا 80 فوطه ولا 50 شوكه ولا 50 ماله، زي ما بيحصل وبنشوف الكلام ده. على الرغم ان كلنا بناكل على الطبليه يعني ما فيش يعني. ما احنا بناكل يعني. ممكن يقول لك ان احنا جايبين نيش، والنيش يعني محدش بيستخدمه. النيش اساسا محدش بيفتحه خالص. ما حدش بيفتحه خالص يعني. النيش ده ما حدش بيفتحه ولا حد بيستعمله، فده حرام يعني. التكلفة موجودة لا بس ولله الحمد يعني اتحدد شوية بالنسبة لعملية النيش، بعملية الفوط، بالنسبة في يعني دلوقتي برضو على كد الحافك زي ما بيقولوا مد رجليك. هل حاج اسماعيل نسبة الانفصال راجعة ان كان زمان ان العروسة لما تروح لبيت اهلها يقولوا لها ارجع البيت جوزك، النهارده بيسمعوا لها هو لك قال لك ايه وقال لك ايه؟ بالظبط. لا لا هو ما هو اللي حاصل ده. ما انا بقول لك هو اللي بيشجع البنت دلوقتي حاليا تروح لامها تقول لها لا سيبك مني ده، احنا هنعمل وهنعمل ونندق وانا هنجوزك ست سيدو. وبسم الله ما شاء الله على محكمة الاسره النهارده. يعني بسم الله ما شاء الله على محكمة الاسره النهارده تروح توريك السبح تمرار لغايه ما يطلع عينيك تقول انا ايه اللي خلاني عملت كده، ايه اللي خلاني. رغم ان يكون عاشت معاك سنين حلوه، في يوم وليله الست تنكر كل حاجه تقول لك انا ما شفتش معاه يوم حلو. اكيد ما 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 في الشارع ولو مجرد خلاف بسيط تقول لك انا ما شفتش يوم حلو معاه. بالظبط كده. ما هو ما هل اكيد طالما في انفصال ما هو لازم هتقول الكلام ده، لازم تطلع اللي في مصارينا زي ما بيقولوا كله. اول ما توصل لمحكمه الاسره يلاقي العريس 30 قضيه منتظرين. 30 قضيه منتظرين وهذا تبديد. وهو مسكين وهو مسكين منتظر وعاوزين وعاوزين وعاوزين. ويا حبذا كمان لو معاك ابن ولا حاجه مثلا عنديهم لا مش هنوره لك. هذا عايزين له وعايزين له، هندخله مدارس خاصه، هندخله هنوديه حضانه خاصه. على الرغم من اسماعيل اللي هي دايما تشكو منه تقول لك ده راجلي ما معهوش شغلانه، راجلي ما معهوش
شغلانه، واول ما تشتكيه في محكمه الاسره تقول لك راجل اعمال. راجل اعمال ولازم عشان تاخذ النفقه، تاخذ المؤخر، تاخذ دي، تربي عيالها على قفا جوزها، تمام، الطليق، تمام. فلازم لازم تعمل كده، حتى لو مو معوش شغل خالص خالص، لازم حتعمل كده. ممكن واحده تمشي لبيت اهلها وهي زعلانه، ممكن اهلها ما يشتكوش خالص، ياخدوا سنه واتنين والله، ولا من اول ما توصل عندهم بتقوم يطلع على محكمه الاسره؟ والله هو اللي بيحصل عندنا، مجرد ما توصل بيت ابوها طبعا بتخش ناس عشان توفق بين العريس والعروسه، بتقعد فتره كبيره، في ناس ما بترضاش ترجع لحكايه محكمه الاسره دي، فبتتحل ودي يعني ايه، بيكونوا متفاهمين يعني، مثلا هي تاخذ حاجتها هو ياخذ حاجته وينفصلوا بالطريقه دي يعني. يعني في ناس الحاج اسماعيل قال لك لو كان في اولاد اهل العروسه يقول لك لا احنا مش هنوروا له ابنه خلاص. طبعا بيحصل ساعات، بيحصل الكلام ده. ولو كان ولو كان في متفاهمين بعد بتمشي الامور عاديه يعني طبيعي، بتتدخل الناس وبتاع قريه البراهمه اي نوع اللي هم بيقولوا لك مش هيشوف ابنه؟ لا ما بيحصلش كثير عندنا في الحته دي يعني بتكون بسيطه برضه. يعني قريه البراهمه اول شكوى تطلع على محكمه الاسره؟ لا ما بتطلعش على طول على محكمه الاسره، يعني في ناس بتتدخل برضه وتخلص الامور ببساطه يعني. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من أهل بلدي. شكرا لكم وإلى اللقاء.